تعاقدنا مع عبد الزكي قال عندهم قيلت ديال المغرب عامين ونص ونص هو خدام امنا المشروع ديالو ولكن ما يجيكم نيشان سمسرونا في لعبه هيا كنقول لكم كاين شي امور ثقه ما سمسرنا في لعبه كاين شي لعبه ما يستحقوش يلعبوا معنا ما يستحقوش يحملوا قميص الفريق صراحه يعني كاين بزاف مثقال كانت واحد الهوه خمسه المباريات خسرناهم وكنا نخسروا 50 و500 مع الزكي ومع حسن فاضل هذا المنبر امام الملعب بان السي حسن فاضل حفر الزكي الله يهديهم الصراحه تمشي عند اللعابه تقول له هكذا لعب هكذا مع هذا صدق مع هذا ماشي لا هاد الاساليب هذه اكل عليها الداروشه ما كناش لنا هذا الحمد لله تفطنا وحتى اللاعبين الله يهديهم كنمشيو عنده شنو واقع الفريق حتى واحد ما يقول لك الصراحه كلشي كيخاف على بلاصتو حتى نعملوا التدخلات استطعنا بان الدوره خمسه فكينا ارتباط باش نقدو ما يمكن ينقلب فكينا مع التراضي سي حسن فاضل فكينا مع فينا ثلاث شهور ديالو وشهرين اللي كيسد لي صالير 20 مليون عطينا ديالو ما كيسالنا حتى حاجه الاخوه ديال المكتب دائما كيدعموني بايجاد الحلول الغذائيه مع الجميع لحدود الساعه ما خليت حتى شي واحد يمشي يدعينا حنا كنحاولوا دائما اي واحد يفكوا معاه بالتي هي احسن علاش ما نخليوش الخزينه ديال النادي تزيد ترتفع من الناحيه ديال النزاعات كنشكركم على الدعم ديالكم كاملين بينا كان عندنا الاجماع كنا قررنا منذ مده ولكن ما بغيتش نقولوا لان غتقول استقاله غتميزها ولكن نسى ذلك كان جاي المرحله عندنا فقط يوميه وكذا لحدود الساعه بقيت مجريها بصفه خاصه ومنفرده يساندني الاستاذ انس الاستاذ حكيم المصاريف اليوميه صراحه مصلحه الفريق تقتضي استقالتنا تكون تقبلوها روح رياضيه غادي نرجعوا معكم تما غادي نعملوا يد في يد نشوفوا شي مكسب حلو هنايا ونديروا على الفرق الفريق ديالنا دائما تحت قياده مشجعين حقيقيين كيف هو القران المحبين الحقيقيين كذلك المساندين المقاربين داعمين اللي كيعطيو ما يدخلوش عندنا ولا حنا كنشوفوا نعملوا يد في يد ان شاء الله دينا المرحله هذه نقولوا نجحنا في نقاط وفشلنا في نقاط فشلنا عن غير قصد او بدون قصد الوضعيه الماليه ديال النادي فيها 78 مليون درهم يعني 7 مليار و800 ديال الكريدي زائد الدين هذا محصور بواحد النسبه 95% يعني كاين القابليه ارتفع هذه الوضعيه بعد واحد العمليه عملناها جرد شامل بين المحاسب وامين المال والنزاعات ديال اللي كاينه في الجامعه واللي كاينه في المحكمه وصلنا لهاد الخلاصه هادي واللي هي ديون ثابته وكيحترموا الاحكام القضائيه والمستندات اللي كتبتها اللي هي 78 مليون ديال الدرهم بالنسبه للافتحاص افتحاص عملنا هذه المده ما يزيد عن 5 اشهر او 6 اشهر كان العمل الفعلي ديالنا حنايا كمكتب لان كنجمعوا الوثائق منذ شهرين ديك الوثائق تلمزنا الخبير المكلف بالافتحاص اللي غادي يصيغها يعني هذا هو فيما يخص افتحاص الافتحاص فيما يخص الاعضاء تكلمت عليهم كاين واحد البروده هي البروده اللي يمكن يشرحها الا هو بذاته الانسان الا قال لك انا ما جي وما جاش اذا الغائب حجته معه كاين رسائل من رسائل صريحه كذلك على ان الاستقاله تلوح في الافق ارسلتها لهم كذلك يعني الجهات ديال السلطات الملائيه عندها الخبر بالقرار ديال الاستقاله وعدم استمرار المكتب بالنسبه للرئيس الاصلح المستقبلي انا كنجاوب غيور انا اللي كنعتقد اللي قلت الزمام ديال الفريق ودين دار الامان فانا اؤيده هذه المباراه يقدر يحل الحلول ديال الفريق ايجاد حلول ماديه تقنيه بنيه تحتيه فانا كنسندو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.